مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. من أسوأ الشغلات اللي شفتها خلال السياحة في أوروبا شغلتين، كل شيء بده بري بوكينج للأماكن اللي تدخلها، لازم تحجز قبل بوقت، وللأسف الحجز قبل بوقت يعني مثلا بدك تحجز نفس اليوم بكون صعب جدا، قبل بأسبوع بكون صعب جدا، بدك تحجز قبل بشهر شهرين على الأماكن السياحية المشهورة في أوروبا. في ضغط كتير، في عالم كتير، بعرفش ليش. يعني أنا رحت متاحف ورحت في نورث أمريكا وفي دول ثانية، مثلا بتروح على البتراء مثلا في الأردن، بتروح على الأهرامات، تدخل تلاقي يعني مش معقول. هم عاملين ضغط، أنا بشعره أنه مختلق. يعني أوكي، في عدد ناس كتير بيجوا على هاي الأماكن السياحية، ولكن هم يعني بيعملوا هذا الضغط عشان يبين أنه المكان محجوز كله. وللأسف يعني إذا أنت تأخرت عن الموعد اللي أنت حاجزه، لأنك بتحجز كمان موعد، طبعا أنت يعني أنت جاي سايح ووضع السياحة، يعني أنت عادة بكونش الوقت مضمون 100% في كل إشي عندك، لا بدك تحجز وقت معين. يعني بدك تدخل مثلا الكولوسيوم تحجز على 4 على 3، لك ربع ساعة قبل وربع ساعة بعد. إذا جيت متأخر ما بدخلوا كاش، أو جيت تاني يوم مثلا والله معي تيكت، ما بنفع. فالموضوع معقد كتير في موضوع التذاكر صراحة. والمشكلة الثانية اللي وجدتها إنه مثلا بدك تحجز للكولوسيوم في روما، أو مثلا لمتحف معين في مكان معين، تكتب كولوسيوم تيكتس أوفيشال ويب سايت، بيطلع لك 70 ويب سايت والأوفيشال ويب سايت مش طالع. ليش يا جماعة؟ لأنه هدولاك بيدفعوا على الجوجل عشان يحطوهم في الأول. طيب هلا هدول الويب سايت مشكلتهم إنهم بأخذوا فيز، يعني تروح تحجز عليهم بتكون مثلا تذكرة 20 يورو أو 18 يورو مثلا كولوسيوم، بأخذوا مثلا 35-40 يورو، فالباقي إلهم بكون بحجزوا لك. يعني في مواقع صح. هلا بتروح على الموقع الرئيسي بتعرفش تحجز، ساعة بيشتغل ساعة بيشتغلش، ساعة بعطيك انه فيش تيكتس، والمواقع هديك بقول لك لا في تيكتس. هم شكلهم بكونوا حاجزين تيكتس وهدول بيبيعوه. فصراحة هاي الشغلة معقدة جدا. يعني دخلنا على البانثيون اللي هو هذا من اشهر الاماكن اللي موجودة في روما، كلية 5 يورو. قالوا في كيو ار كود، تدخل على الكيو ار كود ممكن تحجز اونلاين عشان ما تروح على الكاس او الشخص اللي بيحجز لك. ممتاز، عملنا سكان للكيو ار كود، طبعا دور ساعة يمكن ساعة ونص، عملنا سكان للكيو ار كود، الويب سايت مش شغال. الويب سايت مش شغال، شو استفادت اعمل الكيو ار كود والويب سايت مش شغال؟ طبعا كل واقف. لما وصلنا عند الكاسة اللي هي على كل هذا البانثيوم، في ستة واقفين بس عشان يدخلوك ويرتبوا الأمور، وهاي واحد على الكاسة يعني. فطبعا الدور طويل، حط 6 كاسات ودخل الناس تدخل ربع ساعة وتطلع، يعني ما فيش حد ينام جوا يعني. فهاي صراحة من الشغلات اللي كتير كانت عدم، اتوقع هم مبسوطين من هذا الموضوع لانه السياحة بتجيب لهم مصاري، وبتشعر السياح هيك انه لازم تشتري تيكت، واذا ما شريت تيكت بوقتك الشركات المحلية عم تاخذ مصاري من بيع التيكت، يعني كلها مرابح على السياح. ما شعرت فيها صراحة تنظيم، يعني زي ما حكيت انا رحت اماكن سياحية اهم كتير يمكن، او بحجم. يعني رحنا مثلا على المكسيك على الاماكن السياحيه مهمه ومن معالم عالميه، وعاد بتشتري تيكتس بكل سهوله وتدخل وما حد بيحكي معك، لا فيش داعي انك تشتريها قبل 6 سنين و5 اشهر و3 اشهر وتيجي بوقت معين. طبعا انا عمي سايح، انا ما بعرف وقتي يعني.
فما بعرف هاي نقطة، هذا يكون أنا مخطئ، ولكن هذا اللي وجدته في الموضوع. طبعا أنا بقارن بالخبرة اللي شفتها خلال هاي الرحلة مع رحلات ثانية في دول ثانية، وبعد ذلك كل واحد حر ببلده. يعطيكم العافية وسلامة.